اصطحب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي نظيره الهندي ناريندرا مودي في جولة بمنطقة الأهرامات بالجيزة في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها إلى مصر بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وحرص رئيس وزراء الهند على التقاط الصور التذكارية والاستماع إلى شرح حول أبرز معالم المنطقة، وذلك للتعرف على القيمة التاريخية والحضارية لها. وفي ختام الجولة أهدى رئيس الوزراء إلى الضيف الهندي الكبير مستنسخا لقناع توت عنخ آمون كتذكار يعبر عن الحضارة الفرعونية القديمة.